بخير، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. الغزالات ديالي اليوم جيتكم فيديو جديد كما العادة. كيف ما كتشوفوا فطرت، بغيت البنات ندير لكم فيديو يعني من باك فيك، ولكن البنات عامر الطاجيج ما غتسمعوا والو، اللهم قلت خليتها نفطر ونخرج. اليوم الغزالات واحد الجو غزال، واحد الجو هائل جدا، ما كاينش البرد، الجو زوين، شميشه. المهم الحمد لله، مقارنه مع الايام الاخرى الجو هائل جدا، غير ديال شي شويه فشي قنت وصافي. المهم الغزالات ديالي، نتمنى فيديوهات تكونوا كتستافدوا منهم، كونوا عند حسن ظنكم. الغزالات ديالي اليوم غيكون واحد الفيديو اللي هو زوين، اليوم غادي نبدا لكم واحد الحاجه زوينه بالناس كاع اللي باغيين يفوجوا، الناس اللي باغيين، اللي شحال هذه ما حضرت في شي عرس، اللي شحال هذه مسكينه اللي مغمومه، اللي مهمومه، اللي مسكينه باغا تفوج، باغا تحيد الغمه، اللي رحنا في هذه البلاد هذه راه ما حدانا حباب، ما حدانا حتى شي حاجه، اللي كنبغيو ديك اللمه العائليه، كنبغيو مثلا هكا تمشي لشي عرس هكا مع احبابك، مع سما هنا ما كاينش في المانيا، ولكن هنايا بطبيعه الحال في المانيا كيديروا واحد الحفلات اللي كينظموها بطبيعه الحال عيالات، كتكون حفله على شكل عرس، والبنات كاين واحد الحفله اللي هي غتكون زوينه، غتكون في هيرنا 20 دقيقه على دورتموند، دخلها البنات ب 40 اورو، اون كيندا بلا الدراري الصغار اللي بغات تمشي تفوج، هي هما كيديروها الاغلبيه بالحد على ما اظن بالحد، انا غنحط لكم الفلايه، كيكون فيها الدجاج، كيكون فيها اللحم، كتكون فيها شلاضه، كيكون فيها سميتو بلاطو نتاع الحلوه واتاي. المهم الغزالات ديالي ولا يمكن كيكون فيها اللحم وشلاضه وفلان، مهم بحال هكا اللحم وشلاضه والديسير وفلان. المهم انا غنحط لكم الفلايه وغادي تقراو تما شنو كاين، واتاي وكيكون الديتشي وكتكون الحنايه ويقدو تكون حتى النقافه وتكون حتى العروسه، يعني اللي ماشي عروسه غير مهم هكا النقافه كدير حتى هي اشهار حويجاتها يعني. المهم كيكون عرس كدوز خطيره، كدوز واعره بالنسبه للناس ديال هيرنا، كنقول لكم مرحبا بكم، راه كاين ديريكسيون تما، كاين النهار وقتاش غادي تكون. الصراحه انا مشيت الصراحه واستمتعت، وان شاء الله نتمنى ان الناس اللي، حيت واحد النهار مشيت وقالوا لي المتتبعات ديالي علاش ما قلتيش لينا، وحنا حتى حنا بغينا نمشيو وحتى حنا بغينا نفوجو. انا كنقولها لكم، غنحط لكم الفلايه او لا كارت فيزيت ديالهم اللي كاتبين فيها شنو هو الاكل اللي غيكون، غير هما الوليدات اللي ما كتديش الوليدات، كيكونوا غير الامهات باش كيستمتعوا، ونتمنى انكم تمشيو، اللي ما عاش التجربه يعيشها، وبلاد ما يفوج. شوفوا الحياه كتمشي، الفلوس كيمشي، والله ينعل جدبو الله ينعل جدبو الفلوس. المهم الغزالات ديالي غنخليكم الفلايه دابا دوز، ونخليكم معايا البنات باش غادي ندوز لكم الفيديو ونكملوا الفيديو ديالنا بحال ديما البنات. المهم ما تمشيو فيه. انا غادي ندخل هنا لهذا سميتو هنا ديبو، ها انتم غندير لكم فيه دويره، عندهم الغزالات ديالي، عندهم داكشي ديال ديكوراسيون، عندهم داكشي ديال ديال المعنات، كيحمق داكشي غزال غزال اللي ما تلقايهش فشي بلاصه اخرى، داكشي لوكس. المهم الغزالات ديالي انا ان شاء الله غنضرب لكم دويره وغنوريكم بزاف نتاع الحويجات، تقدو نتوما كتقلبوا عليهم ما كتلقاوهمش. يعني انا باغا بحال هادي، انا ان شاء الله فاش غادي نقرب نسالي داري، حيت داري تبارك الله باقا حاله فمها ما بغاتش داري ما بغاتش تسالي، باغا ان شاء الله ناخذ البنات بحال هذا ونبقى جالسه فيه ونستمتع، نستمتع بالجلسه فيه، وندير ليه واحد البلاصه اللي هي خاصه ونكون مرتاحه فيها زوينه. البنات هذا غزال غزال غزال، ديري ليه 349، ولكن كاين في بلايص اخرين باثمنه جد مناسبه واثمنه اللي هي زوينه. انا غنوريكم البنات هنا بزاف نتاع الحوايج، هنا كاينين في هاد الديبو هادي اللي واعره 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 بزاف، وتقدو نتوما البنات ما عارفينهمش اولا كدوزو حداهم وما كتعرفوهمش، مثلا بحال هاد العطر هذا البنات ديال الطوموبيل، هذا ديال الطوموبيل، هذا البنات
كيطلق الريحه ديال الطوموبيل، ها هو داير 19 اورو و99، كتبقي تشري ليه غير العمارة. عرفتي كيطلق واحد الريحه خياليه، واحد الريحه كيطلقها واعره البنات. ها هو ها نتوما شفتوا البنات ديال الطوموبيل واعر. انا الصراحه خاصني واحد ان شاء الله، راه كنوجد حتى انا شي حويجات كناخذهم. ها هو شوفوا كي كيدخل البنات، كيدخل هنا هكذا فهادي ديال الطوموبيل بحال هكذا ها نتوما، وكتبقى تطلق الريحه ديالو غزاله البنات كاع العيالات المتيولات لانهم الطوموبيلات وكيبغيو الريحه تبقى لهم في الطوموبيل غزاله. ها هي البنات، وكتشعل واحد كيشعل هنايا الضوء بطبيعه الحال. ها نتوما كيف ما كتشوفوا فيها جميع الروائح، وكتحطي حتى التليفون هنا وكيتشارج البنات. ها نتوما الشيء هنا كتحطي التليفون وكيبقى يتشارج البنات، فوق من هذه كتحطي التليفون وكيبقى يتشارج. ها هو هنايا كيف ما كتشوفوا البنات، ها هو كاينه في الطوموبيل هنايا. ها هو بغيت نوريكم زعما حويجات مختلفين، ماشي ضروري نوريكم نفس الحاجه. تبارك الله حتى هذا الشيء راه بنادم كيحتاجو. ها نتوما شوفوا انا نوريكم هنا، ها نتوما فين كتدخلوا العماره. وطبيعه الحال كاين روائح جد كثيره، كاين ديال الكوكو، كاين ديال الورد، كاين ديال الزنجبيل، كاين ديال بزاف د الحوايج البنات في الديبو. فين جات في الشارع ديال غاينولدي، كدوزي الدي ام. ها نتوما البنات انا غنوريكم دابا، ها هو كاين جميع الروائح. ها نتوما كتحطوا هنا التليفون وكيتشارجا، واعر 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 البنات. ها هو كاينه هذه ديال الدار، ها هي دايره على حساب كاينه الكبيره. ها هي كتحطي هنا، هذا هو اللي كتحطي عليه وقيله التليفون كيتشارجا. ها هي العماره ديالها فين كتعمري زوينه شو البنات. وكاينه هذه المتوسطه والصغيره ديال الطوموبيل البنات، ها نتوما شفتوها. ها هي الغزاله ديالي، العماره دايره 6 اورو 99، زفايشتوك هنا في البوكس فيه زفايشتوك. ها نتوما راه دايرين لك هنايا، ها هي دايرين لك هنا زفايشتوك، وهاد زفايشتوك هادو راه كيديو لك وكتبقى لك الريحه واعره البنات ديالي العيالات المتيولات. شوفوا هذا واحد الباك نتاع هاد الكويسات هكذا بالمعلقات ديالهم كيحمقوا. شوفوا كي دايرين البنات 12 اورو 99، فنين والثمن ديالهم زوين البنات. شوفوا كي دايرين البنات، هادو ديروا فيهم هكذا ديسير، مي تكون عندكم شي عراضه الصراحه عندهم شي توشيات هنا زوينين. بالنسبه دابا جاي رمضان وداك الشيء البنات، شوفوا هاد الزليفات هادو بالصراحه هادو يصلحوا غير للسلطه هكذا، حيت هادو كبيبرين شويه دايرين 10 اورو، زوينين البنات. عندهم هنا حويجات زوينين، كاينين هادو 3 اورو، ديري فيهم زويتينات، ديري فيهم زويته، ديري فيهم بزاف الحويجه الغزالات ديالي. يعني عندهم هنا حويجات فنين. هانتوما هنا كيف ما كتشوفوا معنات، عندهم هنا الكيسان، غير هما شويه شويه الصراحه غاليين ولكن كاليتي. بالنسبه لهاد لاباي، هادي لاباي ولا باخيطه، هاد باخيطه اللي كيقلب على دوك الباخيطات نتاع هادو، راه شنقول لك دايرين بحال الدجاج ولكن ماشي دجاج، ماشي بلاستيك اللي كيقلب عليهم. ها هما هنا كاينين في الديبو، ها هما ديال الديبو 99 سنتيم. اللي كيشري كاس من مثلا كاينين واحد الكيسان في اويغو شوب زوينين دايرين اورو 10، وكتجي تشري لها لاباي ديالها من هنا هكذا. هذوك لاباي اللي كيتباعوا ديال الدجاج هادو دايرين بحال الدجاج ولكن هما هادو ماشي دجاج ماشي بلاستيك، ها هما 99 سنتيم هنا البنات بالالوان. شو هانتوما كاين في ترونسبارون في الابيض في هاد الخزي، هذا كاينين هادو اللي صغار شويه، كاينين هادو. شتو البنات ها هما كاينين هنا بالنسبه تقنطوش 99 البنات سنتيم مثلا. ها هو تشري كاس وديري معاه هاد لاباي هادي بحال هكذا. شوفوا هاد الكيسان هادو البنات، هاد الكاس هذا داير 7 اورو 99، واعر. واخا بنادم يشري غير جوج، غير انت وراجلك تجلسي هكا في شي طبيله هكا شي عشيه غزاله، 7 اورو 99، تكملو 8 اورو. زوين البنات فنة، ها نتوما البنات كاينين هاد القريعات هادو البنات ب 25 اورو. المهم هادو الناس الدواقة، اللي الناس اللي كيتهلاو في الطبيلة ديالهم وكيشريو داكشي متيول، عرفتي عندهم هنا شي حويجات الصراحة ما تلقيهمش في بلاصة أخرى. شوفوا البنات
شوفوا البنات غنوريكم واحد الحاجة واعرة والثمن ديالها. أوه البنات هذه من بعد غنجي نشريها. شوفوا البنات الرمضان في الديبو عرفتوا شحال بقاو منا، بقاو منا 4 عرفتوا البنات 14.99 أورو، هميزة خطيرة. شوفوا البنات كي دايرة، شوفوا الغزالات ديالي كي دايرة. غير انتي وليداتك، ها انتي قرعه تعمريها وتهزيها وديري الكيسان وتهزي بلا ديك الصينيه بلا تحمص. ها انتم البنات 15 أورو، والله القسم. ها انتم شوفوا محل ديبو، ها هي 14.99 أورو. عندك نجي نلقى بلاصتها خاويه. خليو لي وحده الله يرضي عليكم. ها انتم البنات 14.99 أورو، الا بقاو غير 4. يعني بالنسبه للمتولات الحادقات، الناس اللي عندهم بالكون، هادشي راه ديال البالكون، ماشي نقولوا حنا ديال الجريده. راه الجريده راه تبارك الله، راه الجرده راه كتكون كبيره، خاصها الماتيريال يكون كبير. بالنسبه ليا انا البنات باغا نصاوب البالكون ديالي، ولكن ماشي دابا لان داري باقا خاص فيها بزاف د الحوايج يتبدلوا، بزاف د الحوايج يتصايبوا. بالنسبه للناس انا كنعطيكم غير كفكره، شوفوا هنايا هما كيف دايروا لهاد الكليسه شحال غزاله. شوفوا البنات بالنسبه لهاد الطبله هادي والكريسات، ها نتوما وديري هنا الفانوس زريبيه. شوفوا هنا شنو دايرين، هادي البنات نتاع سميتو، هادي البنات دايره 49 أورو، كتعلقي فيها بحال هكذا المحبقات نتاع الورد هكذا. وهادي شوفوا هاد دايره بحال الفانوس زوينه، هادي البنات لقتها رمضان اللي بغاها مثلا، اللي ما عندوش كيدير مثلا يتقدم من علي اكسبريس، اولا اللي ما عندوش الكارطه هذه راه اللي كيتقدى داك الشيء ديال رمضان ودوك الضوا. وهذه والله حتى واعره هكا بحال جايه بحال شي فانوس. هاد الضويوات هادو رمضان زوينين. نشوف الثمن ديالها البنات شحال داير، ما دايرينش الثمن. المهم الغزالات شوفوا هاد العلاقات هادو اللي علقوهم حتى هما كتعلقي فيهم المحبقات هكذا. شوفي هادي دايره 19.99 أورو، هادي 12 أورو، وهاديك ما عرفتش شحال. الغزالات ديالي غير بغيت انا نعطيكم واحد النصيحه بالنسبه ليا انا، الناس اللي عندهم الوليدات وعندكم بالكو، حاولوا ما ديروش هاد الكراسه هادو، حاولوا ما ديروش هاد الكراسه هادو. علاش؟ لان غتعيي تحضي حتى تشبعي، لان كيكون الصيف بالكو كتخليه محلول غتشبعي غتحضي حتى تشبعي، ولكن غيجي واحد الوقت اللي غادي يجي ولدك غيطلع فوق داك الكرسي والله يستر توقع شي حاجه خايبه. لهذا الا بغيتو تشريوها البنات خذوا الفوطويات هادوك اللي كيكونوا خاصين ديال البالكوات، كيكونوا بلا، راه كتجيبهم اكسيون ب 90 99 أورو، كتكون فيهم الطبله كتكون فيهم الكلسه كلها دايره، كتكون واعره. هادوك اللي كيكونوا بلا راه واعرين البنات، واخا تضرب فيهم الشمس ما كيخسروش، كتصب عليهم الشتا ما كيضيعوش. فهمتوا الموسيون اللي كيديروا كيديروها البنات في هاد القنيته هادي هنايا في الديبو اللي في شارع ديال غاينولدي فين كاينه سي اوندا. هاد البليصه هادي البنات كيخصصوها للسولد، اي حاجه بغاو يديروا فيها السولد كيلوحوها هنا كيديروها هنايا. ها نتوما كيف ما كتشوفوا تقدوا تلقاو هنا شي هميزات طبيقات بحال الطبيقات اللي عندنا حنا في المغرب. ها نتوما نشوفوا الثمن ديالهم دايرين 30 أورو، عرفتوا في المغرب تبارك الله بحال هادي راه تشريها ب 30 درهم. ولكن واعرين، انا ان شاء الله نهار نهبط ناخذ بحال هادو، لان اصلا شيك وزوينين، وفين ما درتيهم كيتحطوا البنات. بغيتي تنظميهم حتى في الحمام دير فيهم داكشي ديال الحمام كيجيو زوينين، بغيتي ديري فيهم الخبز كيجيو زوينين، بغيتي تنظميهم في الكوزينه وديري فيهم حويجات كيجيو فنين. المهم هنايا كاينين من الصغورين للكبار، الكبار دايرين 34 أورو. هادو عاوتاني البنات بحال منظمات هما ديال الخشب دايرين 2.99 أورو. عندهم هاد البنات هنا شي لعيبات زوينين الصراحه، وما تلقيهمش عند شي واحد اخر. هانتوما كيف ما كتشوفوا تشوفوا هاد القلوبه كيحمقوني يا البنات، شوفوا كي دايرين، ما عرفتش علاش ما كيبانوش هنا مزيان. شوفوا البنات كي دايرين هاد القلوبه، ولكن الصراحه غاليين 10 أورو الوحده. هادو الكبار والمتوسطين، الصغيورين دايرين 7. شنو لقيت؟ لقيت هادي، ها هي صغيوره صغيره، ها هي دايره 14.99 أورو، فيها غير 3 د الوحيدات صغار. ها هي هي هذه، وكاينه هذه حتى هي اللي كدير لك هذا، ها هي.
وكاينه هذه البنات اللي كدير هكذا مضلينات فيها غير ثلاثه. هادو البنات 14 أورو 99 بحال اللي كتعجب وليداتكم. وما نتوما مثلا ما كتستهلكوهاش ما كتبغوش تاكلوها وكتبغيو ديروا غير ولادكم وما كتبغوش تشريو بحال مثلا شي حاجه كبيره تعمر لكم الكوزينه ولا عندك الضيق في الكوزينه ووليداتك يعني ديك الحاجه كتعجبهم كيبغيو يصايبوها. ها هي كاينه صغيره صغيره، ها هي فيها ثلاثة. اللي بغات كافي طيرة نتاع القهوة داكشي زاز لوز والثمن زوين. شوفوا البنات هادي شحال زاز 19 أورو البنات، قولوا 20 أورو واعرة وشي حاجة راها ماركة ديال إينوكس وثقيلة البنات وزوينة. ها هي 20 أورو وهادي البنات تاهي البنات 20 أورو. ها هي وشي حاجه باش شوفوا انا داكشي الكلاس كيحمقني يعني بحال هكا كيكون عندك الضيف وتحطيها مع شي كويسات عاوتاني مواتينها تجي فنه. والثمن الصراحه مناسب. شوفوا عاوتاني هذه البنات هذه ما دايرينش ليها الثمن. شوف ملت ايه هذه دايره غير 10 اورو البنات. والله الا ميزات زوينين كيكونوا في الديبو. الصراحه كاينين حوايج غاليين بزاف ولكن شي حويجات الصراحه الثمن ديالهم اللي هو رخيص. هادو راهم جاج الثمن ديالهم كيكون رخيص ولا ب 19 20 اورو ولا ب 20 اورو البنات. ها هو 20 اورو كان ب 25 اورو. شوفوا كي داير شوفوا البنات كي داير واعر وهو كله خشب هميزات فنينه البنات. ها هما كان ب 25 ولا ب 19 اورو 99. شوفوا الغزالات ديالي. المهم الغزالات ديالي انا خرجت من الديبو وانا دخلت هنايا للدي ام. جيت هنايا للمارك ايسونس. ها هي غادي نوريكم واحد السيروم اللي هو زوين وغادي ننصح به الناس اللي الوجه ديالهم اللي ماشي ممتلئ. هذا قال لك كيملا الوجه يملا الوجه يعني كينفخ الوجه شويه كيملؤ. هذا السيروم هذا ها هو ديروا ليها البنات سكرين. ها هي مارك ايسونس سيروم يملا الوجه. ها هو الا درتو له هنايا ترجمه مكتوب هنا كيعمر الوجه كيف ما كتشوفوا فيه زيوت طبيعيه يعني داير هنايا البنات 4 أورو 45 الغزالات ديالي فيه 30 ملي هانتوما كيف ما كتشوفوا. ننصح به اللي وجهها ضعيف. ها هو البنات غزال داروه البنات وكان ناجح جدا. هذا ها هو مارك ايسونس. ها هي البنات زوين بزاف بغيت نشاركو معاكم. كاين هذا البخاخ هذا بالنسبه للناس اللي كيبغيو الوجه ديالهم يكون حيوي في واحد النشاط واحد الهدوء راه كاتبينها هنا. هذا واحد البخاخ ديال منصانيه هو هذا كاتبين عليه هنا الهدوء والحيويه في الوجه. بخاخ كتحسي بالنشاط بالنقاب باي حاجه كتبخيه على الوجه ديالك. منصانيه راه فيها بزاف نتاع الحوايج اللي مفيدين للبشره ديالنا. ها هو بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتهلاو في البشره كيبغيو يديروا فيها كيبغيو يديروا حوايج طبيعيه اللي ما كدرش البشره ديالهم كيبغيو مره يحيدوا من داك الماكياج يحيدوا من داك الشيء كله وكيبقاو زعما يديروا مواد طبيعيه ننصحكم بهذا البخاخ هذا. ها هو تا هو مارك ايفونس راه حدا الزيوت البنات. ها هو تا هو داير 2.95 أورو فيه 50 ملي البنات. ها هو راه مكتوب فيه هنا النقاء والحيويه والنشاط وكل شيء. ها هو البنات زوين نصحكم بهذا زوين البنات. وبالنسبه هنا غنوريكم واحد الحاجه اللي هي زوينه هذا البوتوكس البوتوكس ديال الشفتين اللي كتبغي تنفخ الشفتين ديالها. كانت غادا لشي سهره كانت غادا لشي بلاصه كانت غادا المهم باغات تهلا في الحاله باغات دوك الشنيفات ديالها يخرجوا. ها هو راه مكتوب عليه هنايا النحار كينفخ الشفتين هو هذا مارك ديال ايسونس. ها هو البنات داير 2.95 أورو. ها هو 2.95 أورو هو هذا البنات 2.95 أورو. كاين بزاف اللي ما غيلاحظ كاين الناس اللي ما كيبغوش يديروا داك التجميل وكيخافوا على راسهم. ننصحكم بهذا ديروا هكذا في شي عرس تبغوا تحسوا براسكم حتى نتوما راكم نافخين الفيم وداك الشيء. المهم الغزالات ديالي ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا تكون عطيتكم منتوجات اللي هي زوينه
نكون دورتكم، نكون نوريتكم شي حويجات اللي هما زوينه، نكون عطيتكم واحد الطاقه ايجابيه، نكون كنفرحكم في هاد الغربه، كنسيكم بزاف تاع الحوايج. المهم الغزاله ديالي نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد مع موضوع جديد. الغزالات.